السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق وخطر جفاف الأنهار. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور نظير عباس الأنصاري، الخبير الدولي في هندسة الموارد المائية، معنا عبر سكايب. وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء آرائكم وتعليقاتكم وطرح تساؤلاتكم بشأن موضوعنا. يعيش الشعب العراقي حالة من التوتر نتيجة انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، بالإضافة إلى أزمات كثيرة أخرى. وتعد أزمة الجفاف ونقص المياه من أهم القضايا التي يخشاها المواطن العراقي الذي يجد نفسه يعيش في ظل حكومة سلبية أخفقت في معالجة جميع الأزمات منذ عام 2003 ولا تزال، إذ ساهم ضعف القرار السياسي وسوء التخطيط إلى فقدان حقوق العراق المائية المنصوص عليها دوليا، وهو ما قاد إلى ارتفاع مستويات التصحر في الأراضي الزراعية وجفاف بحيرات كاملة وتحول مساحات مائية إلى صحراء قاحلة. ولعل الضرر الأكبر الذي يقع على العراق يأتي من الجانب الإيراني، الذي وبحسب وزير الموارد المائية السابق مهدي الحمداني قال إن إيران قطعت 90% من روافدها المائية المشتركة مع العراق وحولت مجاريها إلى داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما قاد إلى تضرر العراق بشكل كبير. كما قال الوزير السابق إن إيران كانت دائما الطرف الذي يتهرب من الجلوس على طاولة الحوار عندما يتعلق الأمر بملف المياه، على العكس من تركيا التي كانت دائما منفتحة على النقاش والتعاون في هذا الملف بحسب الوزير، وهو ما قاده وقتها إلى التهديد بتدويل القضية. لكن رحل الوزير وبقيت الأزمة على حالها، بل تفاقمت أكثر فأكثر. هنا نتساءل مشاهدينا الكرام، ما مصير العراق في ظل أزمات الجفاف ونقص المياه؟ ولماذا تقطع إيران المياه عن العراق؟ وهل للسدود التركية دور في انخفاض مناسيب المياه في العراق؟ ولماذا لم تتخذ حكومات بغداد الخطوات الجادة لمعالجة هذه الكارثة البيئية؟ هذه الأسئلة ضمن مجموعة من الأسئلة سنطرحها في هذه الحلقة. لكن بداية دعونا نشاهد معا مشاهدينا الكرام تقرير الإنفوغرافيك الذي يبين بعض الحقائق بشأن أزمة المياه والجفاف في العراق، لنشاهد. مشاهدينا الكرام، تابعنا جزءا من الكارثة الحقيقية التي يعيشها العراق بالأرقام، بتصريحات رسمية ودولية كذلك داخلية وخارجية تتحدث عن مستوى الخطر الذي يعيشه العراق بسبب الجفاف ونقص المياه. دعونا الآن نتابع هذا التقرير الذي أنتجه قسم الأخبار في قناة الرافدين الفضائية، نتابعه مع ضيفنا الكريم وحضراتكم من أجل الوقوف على بعض الحقائق المتعلقة بأزمة المياه في العراق، ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم، لنشاهد. يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الجفاف في العراق وسط غياب لأي جهد حقيقي من جانب الحكومات المتعاقبة لتطهير السدود ورفع كفاءتها أو إنشاء أخرى جديدة لتنظيم استخدام الموارد المتاحة من المياه وتقليل نسبة الهدر المائي. تراجع واضح في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق رصده تقرير لوكالة فرانس برس، مؤكدا أن هذا التراجع يعكس النقص الشديد في المياه
وفشل السياسات الحكومية لمعالجة الأزمة. وزارة الموارد المائية من جهتها بررت انخفاض الحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية بقلة الإيرادات المائية المتدفقة إلى العراق من تركيا، وهو أمر يراه الخبراء صحيحاً، لكن الوزارة لم تتحدث عن دورها في مواجهة نقص الإيرادات، وإنما اكتفت بتبرير النقص، محملة الفلاحين المسؤولية عبر اتهامهم باستخدام أساليب ري خاطئة تهدر الماء وتفاقم النقص، وكذلك بعدم الالتزام بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية الموسمية. كما أن الوزارة تجاهلت الإشارة إلى قيام إيران بتحويل مجاري بعض الأنهار إلى الداخل الإيراني بعد أن كانت تغذي نهر دجلة. وبالنظر إلى تركيا التي ينبع نهر الفرات ودجلة من أراضيها، فإنها بدورها تعاني من موسم جفاف شديد خلال الشهور الماضية. بحسب ما كشفته خريطة نشرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية قبل أيام، موضحة ما تعانيه البلاد ولا سيما الولايات الجنوبية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على العراق خلال الشهور المقبلة. وبدلا من حل المشكلة وفق دراسات علمية رصينة، تكتفي الحكومة في بغداد بتقليل الحصص المائية المصروفة للري والزراعة ومياه الشرب، ما ينبئ بتفاقم الأزمة بدرجة تهدد أمن واستقرار المجتمع العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أكرر لحضراتكم أنكم يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم لإبداء الآراء وطرح التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع. والآن نرحب مشاهدينا الكرام بالدكتور نظير عباس الأنصاري الخبير الدولي في هندسة الموارد المائية معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور نظير. الله يخليك ويحفظك. السلام أخي. بداية دكتور، يعني هل أزمة المياه في العراق هي أزمة جديدة أم متجددة؟ بالحقيقة مو جديدة هذه الأزمة، يعني احنا صار أكثر من 15 سنة نتكلم حول هذا الموضوع، وكثير من المناسبات على قناتكم الكريمة تحدثنا حول هذا الموضوع وقلنا الأسباب وعطينا الحلول المطلوبة. لكن مع الأسف مثل ما تفضلتوا بتقاريركم ما نشوف من الحكومة أي عمل جدي يعالج هذه المشكلة المتفاقمة مع الأسف. دكتور، يعني الآن الحديث الدائر من داخل الأوساط الحكومية والأحزاب يلقون باللائم على تركيا باعتبار أن النسبة الأكبر من المياه القادمة إلى العراق تأتي من تركيا بنسبة 80% تقريبا، مقارنة بإيران التي يأتي منها 20%. طيب، لكن إيران قامت بقطع مجاري الأنهار وحولت المياه إلى أراضيها، على العكس من تركيا التي كما هم يصرحون ويقولون بأنها منفتحة على الحوار، وقد تمت إجراء اتصالات وحوارات ما بين الجانب العراقي وتركيا بشأن التفاهم، وهذا الموضوع يسير بشكل جيد. طيب، أين المشكلة؟ المشكلة مع من بالنسبة للعراق؟ بالحقيقة المشكلة مع الحكومة العراقية صراحة، يعني بالنسبة إلى إيران وتركيا هم عارفين مثل ما احنا نعرف ويجوز قبلنا تأثير التغير المناخي على الموارد المائية في المنطقة، يعني كل التقارير واحنا سبقا تكلمنا عن هذا الموضوع تشير إلى أنه كمية الأمطار في حوضي دجلة والفرات تقل من 15 إلى 25% خلال هذا القرن، يعني معناها تأثيرها على الجريان في نهري دجلة والفرات وروافدهم بحدود 29 إلى 73%، وهذا شيء كبير جدا. فلذلك الحكومة الإيرانية والتركية يعرفون بهذا الشيء، فيستغلون الوضع في العراق ويبنون كل ما يقدرون من المشاريع الإروائية. عن أي وضع تحديدا تقصد دكتور؟ يستغلون أي وضع بالضبط؟ لأنه الحكومة العراقية تعتبر ملف المياه شيء ثانوي، عندها أولويات أخرى. إذن يمكن القول بأنهم يستغلون ضعف القرار السياسي في العراق؟ بالضبط، هذا الشيء اللي هم مستغليه. فمثل ما تفضلتوا، أنا أيضا
الأستاذ مهدي الحمداني سبق وأن تكلم معي حول هذا الموضوع، نعم وأيضا أكد لي أنه الجانب الإيراني يرفض التفاوض في مسألة المياه. الجانب التركي صحيح كانت هناك مفاوضات وعلى أساس أنه يتفاهمون ويتوصلون إلى اتفاق، لكن أي اتفاق رسمي ما صار. وأرجع وأقول السبب هو انصراف أو قلة إدراك متخذي القرار بأهمية هذه المشكلة. فلذلك ما نشوف شيء على أرض الواقع والأمور تزداد سوءا. بينما لو كانت الحكومة العراقية، يعني صحيح الوزير السابق والوزير الحالي الأستاذ عون ذياب يتكلمون عن شحة الموارد المائية، بس هذا الكلام لا يكفي. هذا خطوة أولى. المفروض أنه الحكومة ككل تستوعب أهمية المشكلة، لأن هاي المشكلة تخص 40 مليون شخص ومستقبل بلد بكامله. فإذا ما اتخذت الإجراءات اللازمة، العراق راح يتحول إلى صحراء مع الأسف. طيب طبعا شنو المطلوب؟ المطلوب على الصعيد السياسي، يعني التحاور مع تركيا وإيران، نعم، يجب أن يكون بشكل منطقي يخدم مصلحة العراق. العراق هسه احنا نجي إذا نريد نحكي الواقع والحقيقة، نعم، من الناحية العسكرية هو أضعف من تركيا وإيران، يعني ما يقدر يهددهم عسكريا ويخافون منه ليضربهم وينطوه مي، لكن عندنا احنا أدوات أخرى من الممكن أن نستغلها في هذا الوقت بالذات. طيب. أو هذه عفوا بس نعم. خليني فضل. أكمل فضل. الشيء حتى المواطن يكون على اطلاع حول تفضل الموضوع. دكتور. هذا السلاح هو السلاح الاقتصادي والعسكري والأمني، يعني احنا نستورد مليارات الدولارات من المواد من تركيا وإيران، وأصلا اقتصاد إيران السنوات الأخيرة معتمد أكثر من 90% على العراق نتيجة العقوبات المفروضة على إيران. نعم. فهناك العشرات من الشركات الأجنبية من إيران وتركيا تعمل داخل العراق، وهذا مهم جدا بالنسبة لاقتصاد البلدين. الشيء الثاني الجانب الأمني والعسكري، نحن دائما نسمع عن حركات أو أحداث تخص إيران وتركيا داخل العراق، يا قطاعات عسكرية أو طائرات تدخل تضرب مناطق معينة أو صواريخ يضربون مناطق معينة، يعني معناها أكو مقاومة ضد الحكم داخل إيران وتركيا داخل العراق، وهذا يهمهم بشكل كبير جدا. فإذا الحكومة العراقية استعملت هالملفين ومن ضمنها المياه، من الممكن أن توصل إلى نتيجة. طيب سأتي إلى حضرتك بعد قليل بتفاصيل هذه الجزئيات التي تفضلت بها، لكن وكما علمت حضرتك بأن هذا البرنامج هي الفكرة القائمة فيه على مشاركة الضيف حوارا مع المتصلين. معنا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل حياك الله. محمد أهلا وسهلا أبو عمر، تفضل. وأشكر ضيفكم الخبير الموارد المائية، حياك الله أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة هاي والله اتفاقية يا عمي، هاي اتفاقية دمار العراق، والله 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 مقدسين دمار العراق عمي، والله العظيم قسما عظما، يعني هم هاي اتفاقية من حكومتنا ويا ايران ويا تركيا ويا اسرائيل ويا امريكا، يعني راح يطيح الجفاف، يعني العراق يصبح صحراء قاحلة. ما شاء الله عليهم، الله يستر عليهم ان شاء الله، الله يستر عليهم. يعني تعال شوف، تعال شوف الفراق، تعال شوف الشطه في الناصريه، والله تعبره. نعم. تعبره عم محمد، تعبره. نعم. يعني الجيش يعني قاعد بينه. يعني والله اتفاقيه والله العظيم دمار الشعب العراقي ودمار العراق، حتى شنو امشي مصالح ايران وتركيا واسرائيل وامريكا. هم اتفق عليه، هم دولة شنو؟ ما يهمهم دولة. طيب. دولة ميليشيات، دولة بيوت تابعة للدول، شو هم؟ ما يهمهم شيء. العالم شالت عمي، شالت محمد العالم.
يعني هذا نسحت. نعم. نسحت ولا لا نسحت على شموم نسحت اليوم والله. والله طاقم جفاف. هاي الطاقة باشر عقب راح توقف الطاقة الكهربائية. من بعد منا موارد مائية احنا. نعم. سيد أبو عمر أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا وصلت الفكرة. معنا السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم استاذ مساء الخير لحضرتك مساء النور تحيه لخبير الاثار في شؤون المواد المائيه حقيقه العراق يعاني من ازمتين ازمه المياه يعني ازمه سياسيه وازمه داخليه السياسيه ضعف الدوله واليوم العراق يمتلك ميزان تجاري مع ايران ومع تركيا تقريبا يقدر بحوالي 20 مليار دولار اعتقد هذا الامر اذا كانت الحكومه سياستها قويه تقدر تفاوض إيران وتركيا عن طريق هذا الميزان التجاري وعندها بدائل موجودة مثلا الأردن السعودية تزيد من التبادل التجاري معهم حتى تخفف من هذا الأمر وتصير هناك تفاوض بهذا الأمر لكن للأسف ضعف الحكومة العراقية ضعف السياسة ما عندهم توجه ما عندهم خط مستقيم بصراحة نقولها ما عندهم خدمة وطن وما عندهم رؤية لهذا الوطن الأزمة الداخلية أنه لحد الآن الدولة ما قاعدة تطور من وسائل الري في العراق يعني التنظيم الري الاستفادة من المياه استفادة المياه مو بس أنه أنا أخلي سدود في العراق المياه أنه أنا كيف أتصرف بالمياه ما أهدر المياه يعني شط العرب من يروح له الماء اللي يروح لشط العرب المفروض يستفاد من عنده كعراق كذلك وسائل الري لحد الآن العراق منذ السبعينات نفس وسائل الري هو إغراق الأرض بالمياه وبعد ذلك يعني تبدأ الزراعة هناك يعني العراق لديه يعني موارد مائية في الآبار يعني الموجودة في العراق المياه الجوفية المفروض هذه يستغلها كعراق كذلك حتى الدول مثل يقول أنا أعطيك مي لكن أنت لحد الآن ما طورت نفسك في الري وفي الزراعة هذا الأمر ينعكس طبعا مثل ما ذكرت حضرتك والأخوان أنه على الطاقة في العراق الطاقة يعني النفطية لحد الآن نستخدمها النفط الأسود كذلك يعني الزراعة مصادر المياه للشرب العراق لحد الآن ما عنده ثقافة يعني الترشيد في استهلاك المياه سواء للشرب أو للسقي أو للزراعة وغيره يعني أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط أعود لحضرتك دكتور نظير مرة ثانية يعني خلينا نبدأ من منتهى المتحدثون يقول السيد أبو عمر من الناصرية وصلنا إلى مرحلة بدأنا نعبر الفرات ودجلة سيرا على الأقدام هذا المستوى من انخفاض المياه في نهري دجلة والفرات الذي أوصل إلى أن تصبح الأرض بارزة ما مدى تأثيره على المستقبل الحياة الزراعية والموارد السمكية والحيوانية كذلك في العراق هذا طبعا الكلام صحيح جدا لأنه قبل إذا نأخذ تسجيلات تدفق المياه في نهري دجلة والفرات المعدل كان بحدود 1350 متر مكعب بالثانية على سنة 1920 مثلا لكن حاليا هذا الرقم أقل يعني بعشر أضعاف من الرقم اللي كان موجود عليه فأنت تقدر تعرف الفرق شقد كبير السبب طبعا ثلاث أشياء رئيسية سبب شحة المياه أول شيء هو المشاريع الإروائية في دول الجوار والشيء الثاني هو التغير المناخي والأمر الثالث هو عدم وجود نظام لإدارة الموارد المائية كفو داخل العراق فلذلك نشوف أنه الأوضاع تسوء من فترة إلى أخرى والمستقبل مع الأسف مظلم إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن طيب. يعني سنباوع على تقارير الأمم المتحدة والمنظمات المختلفة عدا الأمم المتحدة مثلا إحدى المنظمات النرويجية تقول 7 ملايين من سكان العراق الساكنين على نهر الفرات سيعانون بشكل كبير جدا من شحة المياه تقرير آخر من منظمة اليونيسيف تقول 2 مليون طفل مع عوائلهم سيتأثرون بشكل كبير جدا من شحة المياه وهناك تقارير أخرى يعني حتى اليونسكو تقول أنه 100 ألف من
سكان الأرياف في شمال العراق اللي المفروض الوضع المائي أحسن من الجنوب والوسط، تركوا الأرياف إلى المدن الكبيرة نتيجة شحة المياه. وهناك تقارير كثيرة من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول عشرات الألوف من الفلاحين في 9 محافظات وسطى وجنوبية في العراق تركوا أراضيهم الزراعية نتيجة شحة المياه. ما مستقبل هذه الهجرة دكتور على القطاع الزراعي العراقي؟ القطاع الزراعي راح يتأثر بشكل كبير جدا. وإذا احنا نتكلم عن هذا الموضوع حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية المفروض احنا عندنا 28 مليون دونم من الأراضي صالح للزراعة، كان المستغل سابقا 11.5 مليون. العام الماضي وزارة الموارد المائية قلصت هذا إلى النص، يعني تقريبا 5.5. وأنا أصور حاليا هي أقل من 5.5 مليون دونم نتيجة شحة المياه. وأيضا تقارير الإحصائية للأمم المتحدة تقول إحنا نخسر ما معدله 100,000 دونم من الأراضي الزراعية كل سنة. فالمستقبل مع الأسف إذا ما اتخذت خطوات جدية هو مظلم جدا. ليش؟ إحنا على مقياس الجفاف اللي هو من 5 نقاط، حاليا العراق 3.7 من 5، وكل الدراسات والبحوث تشير إلى أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه فخلال 10 سنين راح يوصل العراق على مقياس الجفاف إلى 4.6، يعني صحراء كاملة مع الأسف. طيب دكتور، يعني أحد الأخوة قال بأن هذه مؤامرة تقودها الجهات التي تحكم العراق في سبيل تدمير القطاعات الحيوية، بتدمير القطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية وما إلى ذلك. هل تعتقد بأنها مرتبطة هذه القضية بقضية الاستيراد، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية وشرائها من الدول المجاورة التي هي تعتبر الدول المصدرة للماء للعراق؟ نعم، جزئيا أنا أعتقد هذا الكلام صحيح، لأنه أكو فئة منتفعة بملايين الدولارات سنويا نتيجة قلة الإنتاج الزراعي في العراق والاضطرار الدولة إلى استيراد مواد من خارج العراق. يعني هسه إذا ننزل بغداد للسوق تقريبا ما نشوف شيء، الشيء الإنتاج المحلي أقل من 10%، كلها مستوردة. طيب هذا الاستيراد مود يكلفنا مليارات الدولارات، فأكو ناس الوسطاء ذولا يحصلون ملايين نتيجة هذه العملية، فلذلك هم مستفيدين وطبعا يوقفون ضد أي تطوير للموارد المائية والقطاع الزراعي. وهذا ربما أيضا يرتبط بما تفضلت به في بداية الحديث أنها يعتبر ملف المياه ملف ثانوي بالنسبة للسلطة الحاكمة. بالضبط، لأنه يعني حتى حديثي مع قسم من متخذي القرار خلال المؤتمرات اللي جرت في العراق نلاحظ أنه صحيح مثلا وزارة الموارد المائية تعرف شنو الشغلة، لأنه هي مرتبطة شغلها الرئيسي هو المي، وكذلك وزارة الزراعة، لكن بقية الوزارات ما لهم أي علاقة ولا يعرفون أبعاد المشكلة إطلاقا. وكثير من مع الأسف متخذي القرار مدى يعرفون عواقب هذه المسألة على البلد مع الأسف. طيب دكتور، أرجو من حضرتك تسمح لي قليلا نعود إليك بعد قليل. معنا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. أستاذ محمد العزيز، سلام عليك وعلى ضيفك العزيز. حياك الله محمد. أولا لو كانت أكو حكومة فعلية ولو هي ماكو، وزارة الموارد المائية لازم تقسم نفسها إلى قسمين بالدرجة الرئيسية. الآن هناك أزمة، القسم الأول يدرس حالة الاتفاقيات الدولية بين تركيا وبين إيران حول توزيع المياه، والقسم الآخر يذهب إلى المنطقة الصحراء الغربية مال الرمادي كربلاء، تدري طافية على آبار تكفي العراق من هنا إلى
اكثر من 500 سنه بدون نغرس. ليش؟ طيب. انا اقول لك تجربتي استاذ نعم. محمد نعم تفضل. تجربتي احنا كنا نشتغل في مصنع اسمنت، مصنع الاسمنت من نروح للمقلع نحفر مترين يطلع لنا ماء، هاي وحده. اثنين انه ايران مساهمه في هذا الموضوع. احكي لك تجربتي اذا تسمح لي بدقيقتين. تفضل. تجربتي انه في صناعه الاسمنت احنا وصل بسبب الارتفاع كلفة الطاقة والأسعار والرواتب، وصل كلفة تقريبا الواحد 75,000 دينار. أتفاجئ إيران صدر لنا سمنت ب 35 دولار. أقول لهم هذا، التقيت إيران بأحد المؤتمرات قلت له ما شلون تدخل فيه؟ قالوا لا، إحنا سياستنا نغرقكم بهذا السمنت حتى توقف مع مصانعكم، حتى تضطرون ما تلقون وسيلة أخرى تعتمدون علينا 100%. فأتعكس على كل الوزارات هذا الكلام وهذا التفكير. نعم. وشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أبو أحمد. سيد عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولضيف سيد محمد. حياك الله. بالنسبة للمشكلة في الماء اللي جاي نعاني من عندها، أكو أسباب من الأسباب اللي يعني جاي يعني شح الماء هو تغيير المناخ. قلة الأمطار هذا عامل أساس سيد محمد. بالإضافة للمشاريع اللي جاي تنجزها الدول المجاورة مثل تركيا، مثل سد السدود اللي أنشأتها فهذه، وتجار إيران اللي قطعت الأنهر عن العراق، وعدم استغلال المياه بصورة صحيحة من الجانب العراقي. يعني إحنا لحد الآن استكمالنا المحاصيل الزراعية وبطرق قديمة، يعني إحنا ما جاي يعني ما عندنا السياسة المائية اللي نحافظ على المياه مالتنا حقيقة من قبل الفلاح، من قبل المسؤولين بالزراعة، يعني هدر كلش كافي بالمياه. فإحنا بهالظرف هذا إحنا جاي نهدر يعني كميات كبيرة من المياه. لكنه يراد أكو توعية للفلاح، توعية للمواطن باستغلال المياه، لكن اللي نشوفه هو العكس. فالمطلوب يعني احنا نواكب الأزمة وبنفس الوقت نحضر الحلول. يعني احنا ما نبقى بس نشك بانه ايران قطعت المياه، تركيا قطعت المياه، احنا لازم نوجد الحلول يا استاذ محمد على المسؤولين العراقيين. ولو يعني المسؤولين العراقيين اللي ضحوا للقرار السياسي بالعراق شجع هاي الدول بقطع الكميات الكبيره من قصه طيب. العراق المائيه. شكرا. لكنه اليوم نعم. يبحث عن الحلول. وصلت الفكره سيد عبد الرزاق، اشكر حضرتك. دكتور نظير اعود اليك مره ثانيه. يعني الحديث هنا يقول السيد عبد الرزاق لدينا مشكله بقله الامطار، هل هي فعلا هناك مشكله بانخفاض كميات الامطار الهاطله على الاراضي العراقيه؟ التقارير ايضا تقول انه كميات الامطار الهاطله مثلا سنه 2021 كانت اقل معدل من 20 سنه فاتت. وانا قلت قبل دقائق انه كل التقارير والدراسات اللي اجريناها تشير الى انه دا تنخفض كميات الامطار. لكن مثل ما تفضل الاخ من بابل، احنا لازم نتخذ اجراءات معينه، يعني مو نقعد مكتوف في الايدي. يعني تغير المناخ من دا نتكلم عنه ترى ياثر على كل العالم مو بس على العراق. لكن الدول الاخرى دا تتخذ اجراءات معينه تجاه هذا الموضوع، لكن احنا مع الاسف ما شفنا اي اجراء فعلي على ارض الواقع. يعني ابسط شيء التوعيه الجماهيريه. التوعيه الجماهيريه احنا ما عندنا، احنا المواطن مضلل بالنسبه لهاي المساله. ما يعرف شو يسوي. المفروض مثل ما تفضل الاخ المتصل من بابل انه اكو توعيه جماهيريه للفلاح. يعني الطرق الري هذه المستخدمه من زمن السومريين الى الان، الري السيحي فواقده المائيه كبيره جدا، المفروض هذا في تركيا. ومثلا البساتين المفروض كلها تروى بالري بالتنقير مثلا. بعدين نستخدم الري بالرش. هذه راح توفر كميات هائله من المياه. احنا
ماكو هذا الشيء. الشيء الآخر يعني حتى نلاحظ كيف أنه الحكومة هاملة هذا الموضوع. لاحظ ميزانية وزارة الموارد المائية من أقل الميزانيات، صحيح. فهذا معناها يعطيك صورة عن عدم اهتمام الحكومة بموضوع المياه أو عدم إدراكها خطورة الموقف مع الأسف. طيب دكتور، عندما تم الحديث من جانب التركي على سد أليسو وإنشاءه وبدأ تعبئته، أكد الجانب التركي أنه قام بإرسال رسائل كثيرة في وقتها إلى حكومات بغداد المتعاقبة من أجل التحضر والاستعداد لعملية ملء السد، وبالتالي يكون هناك تحضر وتلافي للدخول في مشكلة أو في أزمة. لكن بحسب أيضا الجانب التركي لم يكن هناك رد فعل جاد من قبل الجانب العراقي. هنا الجزئية التي تتعلق بقضية السدود في تركيا وقضية التعاطي معها من قبل الجانب العراقي. أولا، هل تعتقد بأن هناك توزيع عادل بين الحصص المائية داخل المحافظات؟ وثانيا، هل العراق كان يمكن له أن يتلافى هذه المشكلة المتعلقة بإنشاء السدود؟ أي نعم، يعني ردا على هذا الشيء الأخير أنه تلافي هذه النقطة، أولا خل أوضح لك حقيقة. تفضل. الوزير السابق الأستاذ مهدي رشيد الحمداني في إحدى الجلسات تكلم لي عن المشكلة مع تركيا، وواحدة من الأشياء اللي ذكرها لي أنه السفير العراقي في تركيا كان ما يوصل أي رسائل حول هذا الموضوع إلى الحكومة التركية. تصور وين مسألة واصلة. زين، يعني هذه كارثة. هذه كارثة دكتور، هذه معلومة بالضبط. خطيرة للغاية. بالضبط. فإذا السفير مالتك ما يوصل رسائلك إلى الحكومة التركية، أنت ما تتوقع على تراك. هذا باعتراف مهدي الحمداني وزير الموارد المائية السابق. اي نعم، هو قال لي انه بوقتها اكتشفنا انه السفير العراقي في تركيا ما كان يوصل الرسائل تخص الموارد المائيه للحكومه التركيه، وهذا شيء خطير جدا طبعا. نعم. يعني معناها انه ما كان ضباط في هذا الموضوع ولا اكو يعني. اذا هل يحق لاحد من داخل العراق من الجهات الحاكمه من احزاب أن تتحدث ولو بحرف واحد عن أزمة المياه وتلوم تركيا أو تلوم حتى إيران على ما يحدث من نقص في المياه إذا كانت هي السبب الرئيس كما تفضلت؟ مو قلنا يعني أعطيك مثال آخر على جهل كل الكتل السياسية لهذا الموضوع. أنت ارجع إلى قبل الانتخابات الأخيرة، نشوف الدعاية مع الكتل السياسية كلها، أكو وحدة تكلمت عن مشكلة المياه ولا وحدة تكلمت. صحيح. يعني معناها الكل ما مهتمين بهذا الموضوع مع الأسف. نعم. فما مستوعبين أبعاد المشكلة وتأثيراتها. لكن إحنا يعني من تصير تتفاقم المشكلة، نعم، ذاك الوقت نبدي نصرح ونحكي. الحكي شيء والواقع شيء آخر. نحن صار 15 سنة نتكلم على قناتكم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ومؤتمرات ومجلات علمية حول هذا الموضوع والحلول، لكن مع الأسف ماكو استجابة. بينما أنا دائما أعطي مثل، شوف مسألة سد النهضة، شوف نعم، صحيح. مثلا السودان ومصر، كل الكتل السياسية سواء موالية للحكومة أو ضدها وقفت مع الحكومة، لأن الحكومات اتخذت قرار في هذا الشأن وكل الكتل السياسية ساندت الدولة، لأن الضرر سيعم على الجميع ولن يطال فقط جهة دون غيرها. بالضبط. لأنه احنا من نتكلم عن مياه دجلة والفرات وروافده، هذا ما يأثر على كتلة معينة، هذا لا. يأثر على 40 مليون طيب. عراقي، وحياتهم هذه راح تكون في خطر. دكتور، أرجو من حضرتك أن تبقى معي قليلا والمشاهدين الكرام أيضا. دعونا مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع الدكتور نظير وأيضا مع حضراتكم.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري، هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع. نناقش قضية الجفاف وأزمة المياه في العراق مع دكتور نظير عباس الأنصاري. لكن الآن مشاهدينا نستقبل السيد محمد من ميسان. حياك الله سيد محمد. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز أنا من ميسان سدودة ناحية السلام. أهلا وسهلا. أستاذ العزيز إحنا في شرق ناحية السلام أكو مشكلة به، خلينا نقول مشكلتين. المشكلة الأولى ما بي ماي، والمشكلة الثانية هي مياه ثقيلة. المياه الثقيلة مال محافظة ميسان مرمية على اليمن، مرمية على شط السلام اللي هو في قضاء الميمونة وناحية السلام. أستاذ هذا اللي هسه اللي جاي يصير الشط نشف، ما بقى فيه شيء، ماكو ماي، فبقت مياه المجاري، وهذا صار تقريبا حدود يعني تقريبا السنة من طلعنا مظاهرات من نشف الشط. زين رحمة على والديك، ماي تمرض الأطفال، الناس تمرضت، ماتت من الشسمة. زين رحمة عليك الحكومة، وأشوف أستاذ علي دواي حضرته يعرف، بس شوف الماي المجار علينا يعني، وما يعرف يسوي له حل. زين هسه والله العظيم أكو تصوير، شوف إذا تدخل على الفيسبوك وشوف مواقع التواصل الاجتماعي، شوف الشط شمد به مياه ثقيلة فقط، يعني جاي نغسل المياه الثقيلة. الأمراض اللي صارت عندنا، سرطان، جرب، يعني أشكال وأنواع. جاي المحافظة جاي تشوف، وإذا أكو إذا تحب تدخل أنت هسه اكتب بالنت شط ناحية السلام، شوف اكو بي ماي، ما بي ماي، فقط مياه ثقيلة. المياه الثقيلة جاي نغسل بها احنا، ونتوضا بها، ونصب من عتها، ونشرب من عتها، يعني هاي ما صارت. لا اكو حكومة شوف، لا اكو دولة شوف، يعني كارثة هاي استاذ. يعني ما اعرف شيء هسه، يعني لا اكو دولة، يعني مشرفك، يعني هاي ابادة، والله ابادة. ابادة القضاء الميمونة ناحية السلام. زين انت ناحية السلام والميمونة مع توابع ناحية السلام، يعني مناطق، يعني والله العظيم جو استعدادنا بال 4000 مثلا 5000 هاي بس ناحية السلام غير القضاء. يعني استاذ والله ما اعرف، يعني ما ادري شنو نقول، يعني اسوي رساله جزء عده علم بالموضوع، يعني ناحيه السلام وقضاء الميمونه، يعني ذابين عليها المياه الثقيله والشط ما بي ماي، يا جماعه والله العظيم كارثه. يعني الدوله ما جاي تحاسب، يعني وين اللي يصبون وين اللي يصومون؟ يعني ما يشوفون هاي الناس، هاي الناس هسه حاليا هسه اللي جاي يصبوا وصوموا، وباكر تطعم محرم ودك زناجي. زين وهاي ايش تشرب الناس هاي محرم؟ ايش تشرب والله تشرب يعني. سيد محمد أنا أشكر حضرتك، وصلت الرسالة والفكرة. أعود للدكتور نظير مرة ثانية بصوت غاضب وبهذه الطريقة يتحدث مواطن عراقي يقول لك إحنا دنغسل ونشرب من مياه ثقيلة، مياه الصرف الصحي، لماذا لا توجد معالجة دكتور؟ لأنه قلنا هنا إهمال من الحكومة. يعني هل 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 لا يملك العراق الأدوات لذلك؟ لا، يملك العقول ويملك الإمكانيات المادية والفنية، لكن مثل ما ذكرت وأكرر أنه إهمال لهذا القطاع. يعني سنة 2006 البنك الدولي صدر تقرير يقول شبكة توزيع المياه زين الصالحة للشرب في بغداد كفاءتها أقل من 30%. فتصور يعني 70% من المياه هذه تكون مهدورة ضائعة. وشنو اللي اتخذته من إجراءات الدولة تجاه هذا الموضوع؟ لا شيء، هاي العاصمة. فكيف المحافظات؟ يعني محافظة ميسان أيضا قبل 5-6 سنين أنا أتذكر قسم من المواطنين أيضا صوروا مجرى نهر دجلة قيادس
زين، وطلعوا هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يطلع الوزير المختص في حينها بوقتها يقول لا هاي احنا بنسوي مراشنة. يعني هذا الكذب وتضليل المواطن يعني غير مقبول اطلاقا. طيب المفروض اكو توعيه جماهيريه، المفروض اكو خطه زراعيه، احنا خطه زراعيه ما عندنا الى الان. يعني المفروض في دوله مثل العراق دا تمر بهذه المحنه اكو خطه زراعيه، المفروض المزروعات اللي تستهلك مياه بشكل كبير ما تنزرع بالعراق ونكتفي بالمواد او المزروعات اللي استهلاكها لموارد المياه يكون قليل نسبيا، ونستورد الاشياء اللي تكلفنا مصروف هائل من المياه يكون اصرف بالحقيقة. دكتور انت تفضلت بحديثك بان غياب القرار السياسي هو الذي قاد الى تفاقم أزمة المياه، لكن عندما ننظر الى الداخل العراقي نرى بان توزيع حصص المياه بين المحافظات هو توزيع غير عادل. يعني هناك محافظات تأخذ نصيب أكثر من غيرها وتؤثر على باقي المحافظات، طيب كيف يمكن أن تدار هذه الآلية بشكل عادل أكثر؟ أي لأنه أنا قبل لحظات قلت ما عندنا خطة زراعية، يعني المفروض كل محافظة لها خطة زراعية، والمفروض أنه معروف مثلا محافظة ديالى هلقد دونم تنزرع، محافظة ميسان هلقد وهكذا بقية المحافظات، وعلى هذا الأساس يتم توزيع الحصص المائية. حاليا ماكو شيء، المحافظ ياهو الأقوى ياخذ مي أكثر وهكذا، منو أكو فلان محافظة تأثيره السياسي كبير هذه المحافظة تأخذ مي أكثر من غيرها. يعني ماكو خطة مبنية على أسس علمية واقعية منطقية، وإنما قرارات شخصية فقط، هذا هو السبب. دكتور عون ذياب كان عندما كان مستشار وزارة الموارد المائية صرح وقال بأنه العراق تمر عليه سنوات جفاف لم يشهدها منذ 1930 مع تجاوز نسبة انخفاض الخزينة المائية أكثر من 60% عن الأعوام السابقة. بحسب الأمم المتحدة إذا وصل العراق على هذا المقياس إلى عام 2040 سيجف تماما مثل ما تفضلت حضرتك. طيب صحيح. ذكر أحد الأخوة قضية استفادة العراق من المياه الجوفية والآبار، هل فعلا هي كافية لتعويض النقص الحاصل في المياه؟ لا، هذه يعني خاصة أكو واحد من الفيديوهات قبل كم شهر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أنه العراق عايش على بحر من المياه الجوفية، هذا طبعا شيء غير صحيح، وخاصة بالنسبة للصحراء الغربية. ليش؟ لأنه أنا من الناس اللي يعرف تفاصيل الموضوع بوقتها من الأمم المتحدة فرضت حصار على العراق، فبوقتها شكلوا لجنة فنية وأنا كنت سكرتيرها ورئيسها كان السيد الأستاذ عبد الوهاب محمود الصباغ وزير الري سابقا وقتها، تدرس المياه الجوفية في الصحراء الجنوبية والغربية، وسوينا تقرير بوقتها من يمكن 120 صفحة، وأخذنا كل المعلومات من وزارة النفط ووزارة الزراعة ووزارة الري نفسها ووزارة الصناعة أيضا المسح الجيولوجي. ليش بوقتها سوينا هذا الشيء؟ حتى نشوف كمية المياه الجوفية، وإذا شركات جت إرادت تستثمر في هذه المناطق إيش قد من الممكن أن تسحب من المياه، لأنه هي مو بس أحفر بير وأسحب بكيفك. هذا شيء غير صحيح، لأنه إحنا إذا نراجع نشوف أنه أكو قوانين لحفر الآبار والمسافة بين بير وبير إيش قد لازم تكون، لأنه هذه إذا كانت قليلة واحد يأثر على الآخ. فأيضا استخدام المياه الجوفية يجب أن يتم بشكل علمي وعقلاني. نتيجة
عدم الالتزام بهذا الشيء جفت بحيرة ساول. صحيح. لأنه حفرة وآبار وظلوا اللي حفرة والآبار يستخرجون منها بالمياه اللي أدى إلى. طيب دكتور في سؤال الأخير لحضرتك، مهدي الحمداني عندما كان وزيرا وقتها هدد بتدويل قضية المياه مع الجانب الإيراني بسبب قطعها لأكثر من 90% من موارد وروافد المشترك ما بينها وما بين العراق. أنت تحدثت بشأن معرفتك الشخصية به، هل تعتقد بأنه ضغط عليه من أجل أن يغلق هذا الموضوع؟ هو ما قال لي ضغطه أو ما ضغطه، هو حكى الرجل وصرح بس الإعلام، لكن الخطوات المنطقية في هذا الموضوع أنه يجب أن مجلس الوزراء يتخذ قرار، وبعدين وزير الموارد المائية ما له دخل الموضوع، المفروض يستلم الملف بعد اتخاذ القرار وزير الخارجية، لأن هاي شغلة دبلوماسية مع الأمم المتحدة مع محكمة العدل الدولية وإلى آخره. لكن أي شيء من هذا الموضوع ما صار، ولا بحث مجلس الوزراء ولا حتى البرلمان العراقي ولا بحث هذا الموضوع إطلاقا، فمجرد كانت تصريحات من السيد الوزير وانتهت. وهذه بالحقيقة أنا على قناتكم المحترمة ذاكرها، هذه هي الخطوة الأولى المفروض ويتبعها خطوات من قبل الحكومة. طيب الدكتور نظير عباس الأنصاري الخبير الدولي في هندسة الموارد المائية، نشكر حضرتك شكرا جزيلا لتواجدك معنا في حلقتنا. الله يخليك ويحفظك، تسلم، شكرا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، لكل من شاركنا ولكل من يتابع من خلال شاشة قناة الرافدين. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.